التلفزيون العربي. وللمزيد معنا من خان يونس مراسل العربي صالح الناطور. صالح، إذن 34 شهيدا جنوبي قطاع غزة هذه المرة مثل كل مرة في دائرة القصف، نسف مباني وكذلك محاصرة مواطنين، ما هو المشهد في الميدان؟ نعم، فعليا بالعموم من مناطق شمال قطاع غزة حتى جنوب القطاع تعرضت هذه المناطق لعمليات قصف وغارات جوية إسرائيلية مختلفة هذا اليوم منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة الأخيرة، حيث أيضا تواصلت عمليات الغارات الجوية الإسرائيلية. وقبل نحو تقريبا ساعة من الآن كان هناك غارة جوية إسرائيلية في مناطق شمال شرق مدينة خان يونس، لكن لم يعرف ماهية المكان الذي يستهدف من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي. هذه المنطقة عامة هي واحدة من المناطق التي تشهد عمليات قصف مدفعي وتوغل إسرائيلي وكذلك غارات جوية إسرائيلية، كما المناطق الشرقية من مدينة خان يونس في بلدة بني سهيلة، حيث تتعرض هذه المنطقة كذلك لعمليات قصف متواصلة من قبل القوات الإسرائيلية. بحسب جهاز الدفاع المدني وصل عشرات الشهداء منذ صباح هذا اليوم بسبب هذه الغارات الإسرائيلية والقصف، بعضهم وصلوا هنا إلى مستشفى ناصر. معظم الشهداء تم انتشالهم من مناطق مختلفة، أغلبها من المناطق الشرقية، وكذلك كان آخر هذه الاستهدافات أيضا في مناطق غرب المدينة في محيط منطقة حمد أو مدينة حمد السكنية التي بالأساس هي مدمرة. تم استهداف منطقة النازحين ومنطقة خيام النازحين وهناك 4 شهداء، وكذلك عدد آخر من الشهداء في استهدافين منفصلين لمجموعات من المواطنين في مناطق الجنوب وكذلك جنوب شرق مدينة خان يونس، تم استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية ومسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي. في رفح أيضا عمليات القصف المدفعي تواصلت وعادت مرة أخرى عمليات الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق شمال المدينة بعدما كانت تراجعت حدة هذا القصف وهذه الغارات الإسرائيلية في اليومين أو 3 أيام الماضية مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية وتوسعها في مدينة خان يونس، لكن عودة مرة أخرى لعمليات القصف التي تحدث إلى مدينة رفح. من بين هذه الاستهدافات كانت في منطقة ميراج أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، وبعض الأصوات أيضا تشي بعودة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات نسف لمبان سكنية في المنطقة، كما يحدث أيضا في مناطق شرق مدينة خان يونس في بلدة بني سهيلة. أيضا سمعت هذه الساعات الماضية أيضا عمليات تفجير فيما يبدو من قبل القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. تواجد القوات أيضا ما زال يعني هناك مناورة لهذه القوات الإسرائيلية تتحرك، لكن هناك بعض المناطق التي تتمركز فيها حشود عسكرية إسرائيلية في منطقة دوار العالم ومنطقة شارع الشهداء، أيضا في بلدة بني سهيلة ومحيط مدرسة الفورابي كما تعرف، وهذه مناطق فيها تمركز للقوات الإسرائيلية، لكن باقي المناطق تتحرك الآليات الإسرائيلية بريا أو هناك طائرات مسيرات إسرائيلية تحوم في مناطق محيطة بهذا التمركز الإسرائيلي، وهذه أيضا تطلق النار على المواطنين الذين ما زال أعداد كبيرة منهم محاصرين بسبب التوغل المفاجئ الإسرائيلي في هذه المنطقة الذي حاصر أحياء سكنية مختلفة هي أقرب إلى المنطقة الحدودية. مناطق السطر الشرقي والسطر الغربي أيضا في مدينة خان يونس تعرضت هذا اليوم إلى عمليات قصف مدفعي من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي نتحدث تقريبا عن نصف مساحة مدينة خان يونس تعرضت هذا اليوم أيضا لليوم الثالث لعمليات القصف والغارات الجوية الإسرائيلية. في وسط القطاع عمليات القصف طاولت عدة منازل في النصيرات في المخيم الجديد وفي مخيم 2، هناك عدة استهدافات إسرائيلية لمنازل، وكذلك في مدينة دير البلح تم استهداف أيضا منزل، وبعض الغارات أيضا استهدفت أراضي في مناطق شمال مخيم النصيرات وكذلك منطقة المغرقة، والتي حدثت فيها أيضا مرة أخرى عمليات نسف من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما غزة فهي أيضا تعرضت للقصف الإسرائيلي في منطقة الشيخ رضوان وكذلك في منطقة الشعب، فيما أيضا أطلقت عدد من قذائف مدفعية جيش الاحتلال باتجاه منطقة
الشجاعية وحي التفاح، وبعض هذه الغارات وهذا القصف الإسرائيلي أسفر عن عدد من الجرحى والإصابات، تم نقلهم إلى منطقة شمال القطاع. مشروع بيت لاهيا تعرض لاستهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين، أدى لاستشهاد عدد منهم لا يقل عن 4 فلسطينيين، بالإضافة كذلك إلى استهداف فجر يوم أمس كان أيضا في منطقة الجرن في منطقة جباليا، وأدى ذلك إلى استشهاد عدد آخر أيضا من الفلسطينيين. بمعنى كل مناطق قطاع غزة خلال الساعات الماضية تعرضت للقصف الإسرائيلي. نعم، من خان يونس مراسل التلفزيون العربي صالح ناطور، شكرا لهذه الإحاطة المفصلة. التلفزيون العربي.